خلال مشاركته في الجلسة السادسة لمنتدى حوار المنامة، أكد معالي الأستاذ جاسم حمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد أن دول مجلس التعاون عملت على تأمين استقرار الطاقة. الأمين العام لمجلس التعاون أشار أيضا خلال كلمته إلى أبرز مشاريع الدول الخليجية لاستقرار أمن الطاقة من خلال اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة. أثبتت دول الخليج أنها شركاء موثوقين في مجال الطاقة وعملت على تأمين استقرار سوق الطاقة. البحرين تهدف إلى تحويل 20% من طاقتها إلى طاقة متجددة بحلول العام 2035 والتوصل إلى انبعاثات صفرية، وهذه الخطة تشمل أيضا تطبيق منتجات الطاقة الشمسية والطاقة الرياح والتوصل إلى توليد الطاقة من المصادر النظيفة، مع الالتزام بتنظيف الطاقة وتأمين استدامتها. فإن رؤية السعودية 2050 تقوم بمواجهة أزمة المناخ، ويتم اعتماد الكثير من الحلول المبتكرة، وأيضا يتم تنويع مزيج الطاقة. فسيتم الاعتماد إذن على مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030. أما عمان فقد قررت أن يكون لديها انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، وبدأت تخفض استخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة انطلاقا من مشاريع مختلفة. وعمان في المسار الصحيح لكي تصبح المصدر السادس للهيدروجين في العالم.